استقبل شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أسرة الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في هجوم إرهابي بشمال سيناء، وقدم الإمام الأكبر درع الأزهر الشريف لأسرة الشهيد منسي تقديرا وعرفانا من الأزهر لشهداء مصر الأبرار، مثمنا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في رعاية أسر الشهداء. وأضاف شيخ الأزهر أن الشهيد منسي وغيره من الشهداء في مصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية يخطون ويسطرون بدمائهم دروس التضحية والفداء وحب الوطن. من جانبها عبرت السيدة منار محمد سليم زوجة الشهيد أحمد منسي عن شكرها للإمام الأكبر على حفاوة الاستقبال وعلى التكريم.